من لبنان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا قبل فترة اتصلت بيك وقلت ليش أخد شاني نسا، قلت له أنا محاور ايه؟ وأريدك تدخلني. صار 100 مكالمة من أول امبارح لليوم ما دخلني، ما لي بيها. بس أريد أعرف سؤال الحلقة تطرحه وانت ناقشني بيه. ايه اولا الاخ بعض الاحيان ما يكون موجود ان الكنترول لان في بلد اخر، زين؟ فعلى اي حال انت مرحب بك، وبعدين احنا ما نعرفك حتى 100 مكالمة من دخلك. وعلى اي حال الان سؤال الحلقة. لا لا لا، لا تعرفني. منو انت واعرفك منو؟ والله ما اعرف منو. كمل سؤال حضر ما لي يعني تعرفني بابا. من انت؟ انت شنو انت تعرفني وين الزين مثلا؟ اسمك يعني ولا احمد؟ من انت؟ انت يعني شنو نعرفك 100 مره يعني؟ من حضرتك مثلا؟ انت ابن تيمية؟ انت حتى لو ابن تيمية الناظرة جيب ابليس هسه. شنو هاني وما تاخذون مداخلتي على اساس حضرتك عمان شنو مثلا؟ من انت؟ يلا مش ايه تفضل اخونا. السؤال الحلقه هو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عندك مصداق لهؤلاء؟ نعم. فمن هم الصادقون؟ تفضل. اول شيء كلمه الصادقين هي كلمه جمع، وكونوا مع الصادقين. ايه؟ الافعال الخاصه لا ندخل بها لانه ما لنا بها. احنا ننطلق على الاحكام. احنا نريد ندخل القرآن. انا سمعتك، خلينا نكمل. وانت تقول ما ندخل بها. وسؤالي عن ندخل. اسمع. خليني بها. خليتك خاصة لما تكون بين رجل صحابي كان او كان نبي او مين ما كان، فعل الخاص العام ما دخلوا به. هذا منو قال؟ هذا من وين جبت هذا القانون؟ هذا القانون انت بالاحكام التشريعيه. لا هذا القانون ماشي. هذا عندك شيء يا اخي شنو اسمك الكريم؟ اخونا انا ما قلت لك شو اسمك اخونا؟ شو اسمك الكريم؟ اسمي سعد. سعد اخونا، هذا الكلام اللي قلته من راسك ولا من السنه النبويه يعني من النبي؟ لا من السنة النبوية. اعطيني المصدر. محاور واكيد تعرف. اعطيني المصدر. اعطيك المصدر شنو؟ بحكم انه ما ندخل السنة وردو. جيب لي حكم خاص اهل السنة وردو. وش بعد تقول لي جيب لي دليل؟ لا. من بين مثل وضوح الشمس. لا. الحكم الخاص. خلي اجاوبك يا شيخ. شيخنا الحبيب تكونوا مع الصادقين. انت مو سألتني تعطيني الدليل. لحظة، انت تفضلت انه هاي الامور من الداخل بيها وحكم خاص. قلت لك مين؟ لا انا ما قلت لك من الداخل بيها يا اخي. خليني اتكلم. الحكم الخاص يبقى خاص. ناقشني بالعام. لا انا خل اخدمك خل اجاوبك. اعطيني مجال اجاوبك. تفضل. يا اخي هو برنامج حواري، فخلي قلبك واسع وعقلك ويعني استمع لي. الله يبارك فيك. اولا الله تبارك الله تبارك وتعالى قال كونوا مع الصادقين، يعني هؤلاء الصادقون لهم وجود، صح؟ ولا الله ما يقول كونوا مع مجهول؟ كونوا مع الصادقين، نعم، يعني لهم وجود. كيف مو موجود؟ الصادقين كيف مو موجودين؟ يعني لهم وجود. لهم أكيد، مثل الإمام المهدي ما هو له وجود، هذول لهم وجود. زين، ما معقولة ما لهم وجود. زين، المرة الثانية لص شاطر وياي. الله يبارك بيك، لأن أنا أيضا شاطر. زين، هاي نرجع بس راح أعديها. تفضل. لا تفضل ورجيني شطارتك. ماشي، إذا أنا سألتني جاوبتك، يعني سألتني وجاوبتك مغلطة. الآن الصادقون لهم وجود، هل هم معينون أم لا؟ لا. زين، الله قال كونوا مع الصادقين الغير معينين؟ ما في معين واحد تقول بس هذا الصادق. الصادق مجموعة. لا مجموعة أي. وليس واحد يا حبيبي. الآن ما سألتك على الواحد.
انا سالتك على على يا اخي افهم سؤالي، الصادقين المجموعه معينون ولا لا؟ اكيد معينين. احسن، من هم؟ كل زمن معينين. احسن، كل زمن معينين. من هم الصحابه؟ كل انسان عند اهل السنه صحابي، هذا من الصادقين صحابي. وانت تعرف شنو شروط الصحابي عند السنه ولا ما تعرف؟ زين، كل من الصحابه الان موجود. لحظه، كل صحابي عند اهل السنه وشروط الصحابه تعرف ولا ما تعرف؟ هذا كلامك، راح اجاوبك. زين، هؤلاء الصحابه اللي نكون معهم، هل منهم الوليد بن عقبه؟ هل يدخل بالشرط وليد بن عقبه؟ الا لا، ما يدخل. لا تقول لي فلان وفلان، قلت لك كل صحابي متفق عليه انه صحابي يدخل. اي، هل لا تحط لي شخص، انت حط من عقلك. لا، حط من عقلك اي انسان يطبق عليه شروط الصحابي. خلاص، يلا، المغيره بن شعبه يطبق عليه شرط الصحابي؟ والله يا عاد انت ما تعرف شنو الصحابي، انت هذا سؤالك. انا ما تعرف شنو الصحابي. ما اعرف انت الصحابي ما تعرف. زين باوع، انت مو تقول انت ما تعرف شنو الصحابي. والله الان اغلق البث، اذا جبت لي تعريف الصحابي من النبي محمد صلى الله عليه واله واتفقتم عليه، الان اغلق البث من النبي. فضل. طيب، انا اقول لك شروط الصحابي عند السنه، النبي دخلوا، احنا شروط الصحابي عندنا. من الذي وضع هذه الشروط؟ من الذي وضع هذا الشروط؟ من الذي وضعها؟ نحن العلماء وضعنا الشروط. يعني دينكم مو السنه، انتم دينكم دين العلماء، يعني النبي ما عنده هذه الشروط. لا لا لا، جيب لي اياها من الصحابي. لا لا لا، لا تتهرب، لا تتهرب وعد. الان لا تتهرب الان لا الان صعد لا تتهرب. الان اسمع، لا تتهرب. الان قلت نحن السنه. ايه ده يا اخ سعد، الان تبين للناس. تبين للناس انه انتم معرفين الصحابي وجايبين هاي العقيده من العلماء. فمره الاخ لا تقولوا ان احنا السنه، قولوا احنا اتباع العلماء. لان الان جيب لي هذا الامر من النبي او من الصحابه. يا عم انا متنازل من النبي، جيب لي تعريف الصحابي. طيب، من الصحابي. طيب يعني انت هل حاز تقول انه مو لازم اخذ الكلام من العلماء؟ طيب انت هل حاز دينك كله؟ انا مالك صلاه النبي. هرب الى ديني، هرب الى ديني، هرب الى ديني، هرب الى ديني. بعد ان تورط، هرب الى ديني. الان بعد ان تورط هرب. اخواني، هو قال انتم ما تعرفون تعريف الصحابي. اولا شوف، راح الازمك لزمه انت ما سامح بحياتك. اسمع، هل البخاري عرف الصحابي ولا لا؟ تفضل. انت الصحابي ما تعرفه، تقول لي عرف البخاري ولا؟ اكيد عرفه. ايوه، يعني انا اعرفه. كل اقرا لي، اسمع، اقرا على تعريف الصحابي. اقرا لي، اقرا لي. لازم النبي. اي، هو الذي لازم النبي. اي، وعاش معه وصدق به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي. اذا شوف الان، اذا جب يا اهل السنه، اذا جاب هذا التعريف من البخاري في الصحيح، صحيح جامع، والله الآن أغلق البث ومو يقول أنت ما تعرف. وأنا راح أجيب، أغمض عيني وأجيب لكم تعريف الصحابي من البخاري. البخاري بوّى باب، شوفوا، أضع يدي على عيني، بوّى باب أنه كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله من المسلمين فهو من أصحابه. الآن المغمض الشيعي علمه تعريف الصحابي، الآن قال هو البخاري عرف الصحابي. إذا جبت هذا تعريفك من البخاري، إذا جبته أمام الجميع، أمام الجميع، الآن أغلق البث، وبعد ما أطلع على مؤسسة إعلامية ولا أطلع على فضائية ولا أحاضر ولا أناظر ولا، الآن بيني وبينك المحك.
طلع البخاري واقرا هذا التعريف من البخاري تفضل. ما تطلع وين قلت لي؟ بس عيد لي اخر مقطع ما تطلع وين؟ على اي مؤسسه اعلاميه. حلوه هاي، حلوه منك، هاي حلوه منك. يلا طلع تفضل. والله هاي حلوه منك. لحظة أخونا، طلع تعريف من البخاري، اقرأ تفضل. على عيني، ثواني واجيب لك. يلا راح ينصدم أخوان. حجيبه ستة من غمضت عينك، كاميرا بالنظارات ما مغمض. والله لا صدمه، والله لا صدمه. يلا اصدم اصدم. قاعد اذا كل ما نهار يرافقون صحاب الرسول. اخواني اخواني بس هدوء، خلي الاخ نفرغ منه وبعد ذلك اجيكم، لانه احنا نريد نصل الى الحقيقه. اوكي استاذ وعد، بس خليه يتادب وياك. اوكي ان شاء الله، خليه يتادب وياك ان شاء الله. ان شاء الله مو مشكله مولا. لا لا انا متادب، انت المنت متادب. يلا ما ما ماشي ماشي ما ماشي, ماشي. جي جي جيب التعريف، جيب التعريف. لا 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 جيب التعريف اخونا، جيب التعريف. قول له لا، ما يخاف ما يخاف، اريد يلقى حجه. خلاص خلاص يا اخواني، انا ايش اقول لكم؟ لا حول ولا قوه. يا اخي تفضل 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 تفضل، جيب التعريف. جيب لك الصفحة. يلا نظريك احنا اخواني، سوى ميوت اخونا السيد، سوى. يلا اه في كتاب، استنى استوانا بطل اسم الكتاب. البخاري، وشنو اسم الكتاب؟ صحيح البخاري، شنو اسم الكتاب؟ تعريف الصحابي. ايه ما طلع الاسم ثواني. ايه ما طلع الاسم، ان شاء الله يطلع يطلع. فتح البير، استنى يطلع. لا لا يطلع من فتح البير بس ثواني. لا تقلق لا تقلق لا تقلق، يطلع 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 يطلع، لا تقلق. يا الله، اللهم اخرج لنا، اللهم سهل الامر للاخ ويخرج التعريف من صحيح البخاري. يا الله يا الله يا الله يا الله. لا يتواصل ويا بالخاصانه الطهيه. يا الله طولت. يا معود جيب التعريف، يا معود على تتبع على هذا التعريف. ثواني بس ثواني. اي تبع التعريف بس، بوا على التعريف. اقرا يلا. اقرا اقرا. فتح الباري بس ماني لاقي الصفحه بس. لا فتح الباري هذا الشرح، نريد من البخاري، هذا من حجر العسقلاني، احنا قلنا البخاري. البخاري مو الفتح، لا تفتح البخاري. انا دا اقول لك من البخاري بس، دا اقول لك ثواني دا اطلع لك بس من البخاري. يلا من البخاري، طلع من البخاري. صوتك ايه طلع من البخاري. يلا استاذ الله يرضى عليك، عطلت الاخوة. زين زين دخل لك فره وتعال، دخل لك فره وتعال، الله يبارك فيك. استغفر الله.
وأخابر 200 مرة وما تردون علي وتعرفوني أنا منو وأنا سيد أبو شفة وأنا عبرت الشط على مودك روح بابا روح. على أي حال أخواني يا أهل السنة، أنا أردت من خلال الأخ أن أبين لكم أخواني هؤلاء الذين تشاهدون، وهي قال تعرفني 100 مرة وكذا، حتى أبين لك أنه كلهم مفلسون، علماؤكم مشايخكم محاوريكم كلهم لا يملكون شيء، نحن نملك الدليل. أنا تكلمت وأنا مغمض العين، وهذا الكلام أمامكم على الشاشة من البخاري، من البخاري، لكنه لا يستطيع أن يأتي به لأن يتورط، إما لا يعرفه. حتى نبين لكم أن الشيعة هم أصحاب الدليل، افخروا. وأنا دائما عندما أقول حق لكم أن تفخروا بإخوتكم في هذا البرنامج لهذا السبب، أننا نضع العصابة على أعيننا ونتكلم، نتكلم وبفخر وبعزة. هنالك فرق بين إنسان عنده كبرياء وكبر. عزتنا من محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، نحن أصحاب الدليل، واضح؟ أبو باقر بالله باوع لي على اليمين، شوف الأخ، شوف الأخ على اليمين، على اليمين لقل التعريف له، لا بالله باوع لي جو الميز، وصل للبحرين، وصل للبحرين حاج، والله باوع لي جو الميز تلقى لي التعريف، لا بالله ما موجود. أنا وياك بيناتنا البخاري، فالله يرضى عليك إذا يعني تحترم النقاش بعد إذنك، يعني إذا تسمح لي أستاذ سعد أنت محاور كما تقول محاور بارع، فأرجوك أنه نكون بالحوار بعيدا عن القدح. أين الحديث التعريف في البخاري؟ تفضل. هو ولا أم الخيمة. ماشي يلا أخونا الحبيب تفضل اعطينا البخاري. تفضل أخونا سعد. سعد هل البخاري أصبح، والله العظيم إخواني هذا البرنامج جعل من الأخوة يستعرون ويشعرون بالعار من البخاري. أبو باقر شو الدور؟ سعد الحمد لله أنا لقيتوا إخوان؟ سعد موجود؟ سعد وينك سعد؟ سعد معك يلا أخونا قرأنا من البخاري في أي رقم هذا الحديث أو هذا القول أو هذا شو قضيتك؟ تفضل. طيب أطلع لك إياه استواني لأنه هذا أنا متعة كان يتزن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سعد أنا موجود والله دا أسمع حديثكم الممتع هذا. أي حياك الله أقرأنا من البخاري أستاذ سعد لطفا تفضل. قبل ما اقرا لك من البخاري بس ثواني يعني بس لا 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 لا, لا يا اخي حتى ما يشتت الموضوع انت مكرم تفضل اقرا لنا التعريف من البخاري. هذا مات وهو على ذلك ومات وهو راض عنه ومات من هذا، هذا ريده من البخاري تفضل. يا من اسم البخاري بس ثواني بس لا لحظه يا استاذ سعد مو حتى لا يتشتت الحوار، انت رجل عالم ولك باع في المناظرات وعندك 100 اتصال بس على قناتنا كما تقول، والأخوة بالكنترول، الأخوة بالكنترول يقول هو سعد 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 حتى أنا رجفت من يمه. تفضل اقرأ للبخاري تفضل حبيبنا تفضل. مو عيب أيه. ما تقرأ له رواية. ماشي ماشي تفضل اقرأنا من البخاري حبيبنا تفضل. مو عيب. يا أهل السنة بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة أترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ يا أهل السنة أهؤلاء فخركم؟ يا أهل السنة أهؤلاء عزكم؟ يا أهل السنة أهؤلاء مشايخكم؟ يا أهل السنة أين علماؤكم؟